بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله دي محاضرة مراجعة على مبادئ الحق والقانون في عصر الإنترنت. في ظل الآليات اللي بتاخدها الدولة لمواجهة فيروس كورونا، أصبح التواصل مع الطلاب بيتم عن بعد، وبناء عليه وبعد شرح المحاضرات ومراجعتها عن طريق الفيديو، فتم عمل مراجعة لمبادئ الحق والقانون في عصر الإنترنت عن طريق مادة الإنترنت مع استخدام الفويس فقط. أولا، في مبادئ الحق والقانون في عصر الإنترنت احنا هنراجع على المنهج من صاد 5 إلى صاد 34. دلوقتي دول مسجلين في 11 محاضرة فويس. حبيت ان هما يبقوا ال11 محاضرة اللي انا عملتهم قبل كده فيديو، ان انت تشوفني، تشوف تعبيراتي، تشوف حركاتي، عشان تبقى دي نقطة انتقال من المحاضرة التلقائية الشفهية المباشرة بين الطالب والاستاذ الى المحاضرة غير المباشرة، المحاضرة عن بعد. فحبيت قبل ما اعمل باوربوينت فويس ان يكون في برضو محاضرات مراجعة اللي احنا عملناها قبل كده، تكون انت شايفني وانا بشرح عشان ما تنفصلش على طول عني. فقلنا ان احنا نراجع عن طريق محاضرات تلقائية مباشرة. فسجلت المحاضرات ال11 محاضرة اللي احنا بنراجع فيهم على المنهج على الباب الاول والتاني، سجلتهم محاضرات فيديو تلقائية، بتشوفني، بتشوف تعبيراتي، بتشوف حركاتي، كأني انا قاعد معاك. بداية من المحاضرة دي احنا هنبدأ بقى لمرحلة تانية، وهي التواصل عن بعد، ان انا هبقى اعرض باوربوينت وهشرح من خلال الباوربوينت وانت تحاول تستوعبني، وان شاء الله ممكن هنعمل بعد كده بث مباشر بحيث اجاوب على كل اسئلتكم وانتوا برضو شايفيني. نحاول نبدأ بقى في محاضرة المراجعة، هنعيد نقاط المنهج سريعا، وبعد كده نديلكم بعض امثلة، وبعد كده نتكلم عن بعض نماذج للامتحانات وبعض نماذج للاسئلة. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا، دي مراجعة على مادة الحق والقانون في عصر الانترنت. المراجعة دي من صاد 5 الى صاد 234. اول نقطة يهمني تفهمها في المراجعة، ايه الهدف من دراسة القانون؟ قلنا ليه طالب كلية التجارة لازم يدرس القانون؟ قال لك عشان يعرف ايه هي حقوقه والتزاماته، لان الآلية اللي هيعرف بيها اي شخص في الدنيا سواء كان متعلم او غير متعلم الحقوق والتزاماته عن طريق معرفته للقانون. فاحنا بندرس لك دراسة مبدئية نعرفك ايه هي ايه هو الحق وايه هو القانون وايه مصادر الحق وايه مصادر القانون، بحيث ان شاء الله لما تفتح شركة او تتعين في وظيفة او تتعامل مع ناس تعرف ايه الآلية اللي هتعرف بيها ايه حقوقك وايه التزاماتك. القانون قلنا دي مجموعة من القواعد اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. مجموعة من القواعد اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع بصورة عامة ومجردة وملزمة. ايه اهداف القانون؟ الهدف الرئيسي للقانون المفروض يحقق العدل، لكن الهدف الغالب هو الحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع. العلاقة الوثيقة بين القانون والحق، قلنا طالما ان القانون هو اللي بينظم الحقوق وهو اللي بيحميها، لذلك ففي علاقة وثيقة بين القانون والحق. لكن في فرق بين القانون والحق، ان القانون هو اللي بينظم الحقوق، القانون بينظم العلاقات لكن الحق بيمنح السلطات. يبقى العلاقة الوثيقة بين القانون والحق جاية منين؟ ان القانون هو اللي بيحمي الحقوق بينظمها، وبالتالي لا وجود للحق بدون قانون يحميه. طب ايه الفرق بين القانون والحق؟ الفرق بين القانون والحق ان القانون ينظم العلاقات لكن الحق بيمنح السلطات، ان القانون بيتسم بالعمومية لكن الحق بيتسم بالفردية. ايه التعريف بالقانون كعلم وفن؟ قال لك القانون علم لانه عبارة عن مجموعة من القواعد، والقانون فن لانه محتاج لمهارات وقدرات عند استخدام القانون وعند تطبيقه. طيب ايه الفرق بين المجتمع العادي والمجتمع الالكتروني او المجتمع الرقمي؟ قال لك المجتمع العادي ده مجتمع محدد خلف اسوار مغلقة، مجتمع فيه اشخاص حقيقيين، لكن المجتمع الالكتروني ده مجتمع مفتوح غير محدد بتخش لي فيه اشخاص وهمية.
الانترنت، ايه الفرق بين مصطلح الانترنت ومصطلح الفضاء الالكتروني ومصطلح المجتمع الرقمي؟ الانترنت دي وسيله من وسائل الاتصال، بل احدث وسيله من وسائل الاتصال، لكن الفضاء الالكتروني ده الكيان اللي بيضم كل المجتمعات الرقميه. طب ايه المجتمع الرقمي؟ ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد في الفضاء الالكتروني. طب ايه المجتمع العادي؟ ده اي كيان بيتكون من اكتر من فرد في الفضاء العادي داخل الايه، الدوله. فالاسره مجتمع، والدولة مجتمع، والكلية مجتمع، والوزارة مجتمع، والمحل مجتمع، والصيدلة مجتمع. دي كلها مجتمعات تقليدية لأن فيها أشخاص حقيقية خلف الأبواب المغلقة. لكن لما أنت تفتح حساب على الفيسبوك أو تفتح موقع إلكتروني أو الكلية تفتح موقع على الفيسبوك، دي كلها بقى مجتمعات رقمية. يبقى أصبح عندنا نوعين من المجتمعات، مجتمعات حقيقية ومجتمعات رقمية. إيه الإنترنت؟ دي وسيلة التواصل داخل المجتمع الرقمي. طب ايه تعريف القانون الطبيعي والقانون الاجتماعي والقانون الاقتصادي؟ القانون الطبيعي ده القانون الالهي، قانون غير قابل للتغيير، قانون غير قابل للتعديل، قانون طبيعي، وده قانون ثابت. زي ايه؟ قانون الجاذبية الارضية، قانون الجاذبية الايه؟ الارضية. وقانون، طب ايه القانون الاجتماعي؟ القانون كعلم اجتماعي بقى اللي بينظم العلاقات داخل المجتمع، وده اسمه قانون وضعي. ده اسمه قانون ايه؟ وضعي، لانه قابل للتغيير، بيختلف من مجتمع لمجتمع وداخل نفس المجتمع بيختلف من وقت للتاني. ايه القانون الاقتصادي؟ ده القانون اللي بينظم العلاقات الاقتصادية زي قانون العرض والطلب، قانون تناقص الغلة. طب القانون مش هو الآلية الوحيدة اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع؟ اه، عشان عندنا القانون بينظم العلاقات، وعندنا الدين، وعندنا الأخلاق، وعندنا العادات والتقاليد، كلها حاجات بتنظم العلاقات داخل المجتمع. طب ايه تعريف القانون كعلم؟ القانون كعلم ده مجموعة من القواعد اللي بتنظم العلاقات داخل المجتمع. طب اجتماعي، لانه لو وجود للقانون بدون مجتمع، وبالتالي فرد لوحده مش محتاج للقانون، بيبقى موجود محتاج للقانون امتى؟ لما يكون داخل مجتمع، لان طالما بقينا اكتر من فرد اصبح في نزاعات بين الافراد، فمحتاجين قانون عشان يوفق بين المصالح المتعارضه دي. قانون علم تنظيمي ليه؟ لانه بينظم العلاقات داخل المجتمع. طب القانون علم تقويمي ليه؟ لانه بيطور ويحسن السلوكيات داخل المجتمع. قانون علم حماية ليه؟ هتقول لي علم لأنه مجموعة من القواعد، وحماية ليه؟ لأنه بيحمي الحقوق داخل المجتمع. ايه السمات المميزة للشخصية للمجتمع الرقمي؟ السمات المميزة للمجتمع الرقمي إن ده مجتمع مفتوح، إن المجتمع ده مخزن لبياناتنا ومعلوماتنا، إن المجتمع ده التعامل فيه من خلال برامج وتطبيقات، إن المجتمع ده أصبح الميدان الخامس للحروب، إن المجتمع ده فيه أشخاص وهمية ممكن تخش فيه. إيه مزاياه؟ لا، له مزايا كتير، إن هو أحدث وسيلة من وسائل التواصل، إن هو المجتمع ده أصبح بيعرفني المستجدات. وسيله من وسائل التواصل، يعني انا دلوقتي مثلا لو لولا الانترنت ولولا المجتمع الرقمي ما كناش هنعرف نتواصل. ان برضو من مزاياه انه بيعرفني على المستجدات، بيعرفني على المعلومات، بيخزن لي معلوماتي. كمان بيساعدني على تكوين علاقات، التعرف على ثقافات. لكن عيوبه ايه؟ ساعد على التفكك الاسري، ان هو اصبح الافراد الاسره منعزلين، كل واحد ملخوم بالانترنت. طب عيوبه برضه ايه؟ ان هو يبقى اصبح وسيله التسليه في المجتمع النامي، وسيله من وسائل التسليه. طب عيوبه تانية ايه؟ انه للاسف في اختراق للخصوصيه من خلال المجتمع الرقمي. طب ايه طبيعه التعامل في الفضاء الالكتروني؟ التعامل فيها من خلال اجهزه وبرامج، من خلال الاجهزه وبرامج وتطبيقات. في هنا في المجتمع الرقمي في شخصيات متعدده، لان كل شخص اكتر من شخصيه في الفضاء الالكتروني. بكل حساب بيفتحه له شخصية. الانترنت نشأة عسكرية، ايوه، لانه اصلا في هدفه الاساسي يجمع بياناتنا ومعلوماتنا لتحقيق اغراض عسكرية تابع بقى المراجعة عن مبادئ الحق والقانون. قلنا المجتمع الرقمي بيكون على مجموعة من الأشخاص والشركات اللي بتمكن الأفراد من الدخول للإنترنت والتصفح فيه. اه، لأن في عندي متعهد وصول ومتعهد إيواء، هما اللي يساعدوني إن أنا أدخل في المجتمع ده، وهما اللي بيخزنوا لي بياناتي ومعلوماتي. هما اللي بيخزنوا لي بياناتي ومعلوماتي. أدخل الإنترنت إزاي؟ أدخل الإنترنت عن طريق متعهد الوصول، ده اللي بيقدم لي خدمة الإنترنت. متعهد الوصول بيقدم لي خدمة الإنترنت إزاي؟ إن هو من خلال إن هو بيقدم لي باقة زي شركات الاتصالات، زي فودافون وموبينيل وأي شركة من شركات الاتصالات بتقدم لي الباقة. الباقة دي من خلالها بخش للإنترنت، وبيلتزموا إن هم يحافظوا لي على الإنترنت موجود بالسرعة اللي أنا عايزها، والإنترنت يكون موجود لـ 24 ساعة.
مين هو متعهد اللواء؟ متعهد ال ولا متعهد الوصول بيقدم لي خدمات الانترنت؟ الشخص او الشركه اللي بتقدم لي خدمه الانترنت التزاماته ايه؟ بيقدم لي خدمه الانترنت باستمرار طالما بدفع الاشتراك، وبيقدم لي الخدمه دي بالسرعه اللي انا متفق عليها واللي متعاقد عليه. هل الاخلاق والدين دور فعال في حمايه الفرد؟ ان للاسف القانون ممكن ما يقدرش ان يسيطر على الفرد في الفضاء الالكتروني لانه ممكن يتخفى، لكن بالنسبة للأخلاق والدين لها دور فعال، إن دينه هو اللي بيحكمه في الفضاء الإلكتروني. طبعا صعوبة من الصعب السيطرة على تداول البيانات والمعلومات في الفضاء الإلكتروني. عشان تتخزن لي بياناتي ومعلوماتي لازم في متعهد لواء، متعهد اللواء ده اللي بيخزن لي بياناتي ومعلوماتي في الفضاء الالكتروني. ايه انواع الاشخاص داخل المجتمع الرقمي؟ الاشخاص كتيره داخل المجتمع الرقمي، ممكن ابقى شخصيه عن طريق فتح الحساب على الفيس، وشخصيه عن طريق فتح حساب على الواتس، وشخصيه عن طريق فتح موقع الكتروني، فاللي هي شخصيات كتيره في المجتمع في الفضاء الالكتروني. مين هو متعهد اللواء؟ ده الشخص اللي بيخزن لي بياناتي ومعلوماتي في الفضاء الالكتروني. عقد اللواء ده ايه؟ عقد بين الشخص العادي اللي بيستخدم الانترنت وبين الشركه اللي بتخزن له بياناته ومعلوماته في الفضاء ومعلوماته في الفضاء الالكتروني زي شركه الواتساب وشركه الفيسبوك. التزامات متعهد اللواء بيلتزم انه يحافظ على بياناتي ومعلوماتي وما يفشيش سريه البيانات والمعلومات. نكمل بقيه المراجعه. ايه هو تعريف القاعدة القانونية؟ دي الآلية أو الخلية اللي بيتكون منها القانون، الخلية اللي بيتكون منها القانون أو الوحدة اللي بيتكون منها القانون. ايه هي عناصر القاعدة القانونية؟ أي قاعدة قانونية في الدنيا بتتكون من فرد وحكم، من جزئين أو من عنصرين. الفرد دي الواقعة والسلوك اللي بتنظمه القاعدة القانونية، الحكم ده الأثر المترتب على مخالفة السلوك. ايه خصائص القاعدة القانونية؟ القاعدة القانونية 3 خصائص، دي قاعدة عامة ومجردة، دي قاعدة سلوكية اجتماعية، دي قاعدة ملزمة. القاعدة القانونية قاعدة سلوكية اجتماعية، يعني القانون لا ينظم إلا السلوك الخارجي. القانون لا ينظم إلا السلوك الخارجي، وبالتالي القانون لا يحاسب الشخص على نواياه، لكن ممكن القانون يحاسب الشخص على نواياه لو إذا اقترنت بسلوك خارجي. طب القاعدة القانونية قاعدة اجتماعية، لأن لا وجود للقانون إلا في وجود مجتمع. القاعدة القانونية عامة ومجردة ليه؟ لأن القانون يجب أن يطبق على كل أفراد المجتمع، ونطبق على فئة لازم يطبق على كل أفراد الفئة. ممكن تبقى القاعدة عامة حتى لو طبقت على فرد واحد، بس بشرط تطبق على كل من يتوفر فيه شروط الفرد دي، زي القاعدة اللي بتنظم شروط التعيين لرئاسة الجمهورية. برغم إن هي بتنظم سلوك بتنظم فرد واحد أو عمل فرد واحد، إلا إنها عاملة إيه؟ لأنها تطبق على كل من يتوفر فيه سلوك الفرد ده أو شروط الفرد ده. قاعدة مجردة يعني إيه قاعدة مجردة؟ يعني القانون لا يخاطب الناس بأسمائهم أو صفاتهم أو بأشخاصهم، لكن القانون بينظم سلوك ويطبق على كل من يخالف هذا السلوك. قاعدة قانونية ملزمة لأنها بتقترن بجزاء بيوقع على من يخالف أحكامها. والجزاءات عندنا قد يكون الجزاء مدني، قد يكون الجزاء إداري، قد يكون الجزاء جنائي، وده شرحناه تفصيلي في إلزامية القاعدة القانونية، وقلنا إيه الفرق بين الجزاء المدني والجزاء الجنائي، وإيه الفرق بين الغرامة والتعويض، وقلنا النقطة دي مهمة جدا. القانون تمييز بين القانون والأخلاق، قلنا في تمييز بين القانون والأخلاق من حيث التعريف ومن حيث التحديد ومن حيث النطاق ومن حيث الجزاء. كل دي مزايا احنا ميزناها في التمييز بين القانون والاخلاق. ميزنا بين القانون والاخلاق، وميزنا بين القانون والدين، قلنا من حيث التعريف، من حيث النطاق، من حيث التحديد، من حيث الجزاء، من حيث الغاية او الهدف. وصنفنا بعد كده القاعدة القانونية إلى قاعدة آمرة وقاعدة مكملة، وإن القاعدة الآمرة التي لا يجوز للأفراد الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد باطل. القاعدة المكملة دي القاعدة يجوز الاتفاق على ما يخالفها، وأي اتفاق على ما يخالفها يعد صحيح. وقلنا إيه معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة؟ قلنا معيار التمييز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة والمعيار اللفظي، يعني من ألفاظ القاعدة ميز بين القاعدة الآمرة والقاعدة المكملة، والمعيار الموضوعي من معيار المصلحة، أشوف هنا القاعدة بتهدف لتحقيق مصلحة عامة ولا مصلحة خاصة. وبرضه حددنا ايه انواع القانون، قلنا القانون يمكن يبقى قانون عام وقانون خاص. وميزنا بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص، وقلنا معيار التمييز بين فروع القانون العام وفروع القانون الخاص هي ايه؟ من حيث اطراف العلاقه، لو اطراف العلاقه اطراف افراد عاديين يبقى بيحكمها القانون الخاص، لو اطراف العلاقه الدوله او احد اشخاص يبقى بيحكمها القانون العام.
ودينا امثله لفروع القانون العام زي القانون الدستوري والقانون الدولي العام والقانون الاداري وقانون الاجراءات الجنائيه، ودينا امثله للقانون الخاص زي القانون المدني وقانون الاحوال الشخصيه والقانون الخاص. قلنا ايه مصادر القاعده القانونيه؟ قلنا احنا عندنا اربع مصادر للقاعده القانونيه: التشريع والعرف، مبادئ الشريعه الاسلاميه، مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. ايه تدرجها؟ هي زي بعض بس القاضي في نفس المرتبه ونفس المستوى، بس القاضي اول ما يحكم يحكم بالتشريع، ما لقاش تشريع يحكم بالعرف، ما لقاش عرف يحكم بمبادئ الشريعه الاسلاميه، ما لقاش مبادئ الشريعه الاسلاميه يحكم بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العداله. طيب ايه تعريف التشريع؟ ده مجموعه من القواعد المكتوبة الصادرة عن السلطة المختصة، والسلطة المختصة هي مجلس النواب. النواب إيه مزايا التشريع؟ قلنا فيه له خمس مزايا: الوضوح، وحدة المجتمع، قلنا الوضوح وقلنا وحدة المجتمع وقلنا السرعة وقلنا التطوير وقلنا الملائمة. عيوبه إيه؟ التحكم والثبات والاستقرار، عدم ملائمة احتياجات المجتمع. طب ايه تصنيف القواعد المكتوبه؟ قلنا القاعده المكتوبه بنقسمها للدستور، وده اعلى حاجه، اعلى قاعده مكتوبه الدستور، يليه التشريع ويليه اللائحه. الفرق بين الاثنين ايه؟ الدستور بيصدر عن طريق الشعب، التشريع عن طريق مجلس النواب، اللائحه عن طريق الحكومه. طب قلنا ازاي بيصدر الدستور وازاي بيتعدل الدستور، وحددنا مراحل سن التشريع وتعديله، وحددنا برضو متى يصدر رئيس الجمهورية قرارات لها قوة القانون. رئيس الجمهورية ما بيصدرش قوانين، بيصدر قرارات لها قوة القانون، لكن مجلس النواب هو اللي بيصدر التشريع. وبيمر بكم مرحلة؟ أربع مراحل: مرحلة الاقتراح، بعد كده مرحلة الإقرار، بعد كده مرحلة التصديق، بعد كده مرحلة النشر، والقانون بيبقى نافذ بعد مرور 30 يوم حسب الأصل من إيه؟ من نشره. وحددنا إيه المقصود بمبدأ قاعدة عدم جواز الاعتذار بجهل بالقانون، وإيه مبرراتها وإيه استثناءاتها. بعد كده ميزنا من الاعتذار بالجهل بالقانون وغلط في القانون، حددنا ماهية وحددنا تعريفه. بعد كده يهمني ايه تعريف العرف؟ وقلنا العرف هو اعتياد الناس على سلوك معين مع شعور بإلزامية السلوك ده، وايه هو مزايا العرف وايه عيوبه، نراجعها كويس جدا. واركان العرف، قلنا العرف بيتكون من ركنين: ركن مادي وركن معنوي. وقلنا ايه مبادئ الشريعه الاسلاميه؟ وقلنا في اختلاف بين مبادئ الشريعه الاسلاميه والشريعه الاسلاميه. مبادئ الشريعه الاسلاميه دي مجموعه الاحكام الكليه اللي بيقوم عليها الايه؟ المجتمع، والمتفق عليها من جميع الفقهاء، ودي المصدر الثالث من مصادر القاعده القانونيه. وعرفنا ايه مبادئ القانون الطبيعي وقاعده العداله، ودي المصدر الرابع. نبدا بعد كده بقى، عرفنا ايه انواع المحاكم وانواع القضاء وايه اطراف الدعوه المدنيه وايه اطراف الدعوه الجنائيه. ترجع للمحاضرات وتحاول ايه؟ تشوفها وتراجعها، ولو في اي اسئله هعمل ان شاء الله بث مباشر اجاوب فيه على كل الاسئله بتاعتهم، ونعرف ايه مبدا اقليميه القانون ومبدا شخصيه القانون وايه الاستثناءات الوارده عليه. مشكله تنازع القوانين والحلول التشريعيه ليها، نحاول نعرف ان في اكتر من قانون، اكتر من قانون ممكن يتطبق، ودي هعافيكم منها. مشكله تنازع القوانين والحلول التشريعيه على الاهليه دي ملغيه، مش عليكم، ما تذاكروهاش. اعتبارات عدم تطبيق القانون بأثر راجع، قلنا في ثلاث اعتبارات: اعتبار المنطق القانوني، واعتبار العدالة، واعتبار استقرار المجتمع. وقلنا مبدأ الأثر الفوري للقانون أو المباشر، يعني إيه؟ القانون يجب أن يطبق على الأحداث التي تحدث بعد نفاذه. وقلنا إيه الشروط الواجب توفرها حتى يطبق القانون بأثر راجع، وقلنا دي مهمة نراجعها في المحاضرة. متى يكون القانون الجنائي اصلح للمتهم؟ وقلنا برضو دي مهمه، وعرفنا في التفسير ايه هو وانواعه والفرق بين التفسير التشريعي والتعديل التشريعي، وقلنا دي مهمه. وايه عرفنا الالغاء وايه السلطه المختصه بالالغاء وايه انواع الالغاء، ونفرق بين تعطيل القاعده والغاء القاعده القانونيه. في نظريه الحق بقى بدانا ايه العلاقه بين القانون والحق، دي جزء مهم. حددنا تعرفنا الحق وحددنا انواعه، حددنا الحقوق السياسية والحقوق المدنية وميزنا بينهم، عرفنا الحقوق العامة وخصائص الحقوق اللاصقة بالشخصية، ايه شروط نقل وزراعة الأعضاء في مصر وتركزوا عليها لأنها مهمة، ايه الحق في حرمة الحياة الخاصة، وعرفنا الحق في الخصوصية الرقمية وميزنا بين الحق في الخصوصية الرقمية والحق في حرمة الحياة الخاصة، وقلنا ايه دوافع الاهتمام بالخصوصية الرقمية، ومش مطلوب منك ما تهتمش بدوافع الاهتمام بالخصوصية الرقمية دي، مش عايزينها ملغية، وتحدي الأمية الرقمية وتحدي التجسس برضو مش عايزينها، بس اعرف ان خصوصيتنا الرقمية في معوقات فلذلك لازم نهتم بيها. الفرق بين الحقوق العائلية والحقوق المالية نعرفها كويس، والفرق بين الحق الشخصي والحق العيني نعرفه كويس،
وايه حق المؤلف، وايه هو المصنف اللي لازم يبقى للمؤلف حق عليه برضه نعرفه كويس، مين هو صاحب الحق وشروط اكتساب الشخصية القانونية، وقلنا دي مهم، وايه المركز القانوني للجنين او الحمل المستقل، هل الحمل المستقل ممكن يبقى صاحب شخصية قانونية، احكام المفقود والتمييز بين المفقود والغائب برضه مهمة، السمات المميزة للشخصية وتعريف الاسم وانواعه وتعريف الموطن وتحديد انواعه. عرفنا الحالة وتحديد أنواعها وعرفنا إيه الحالة السياسية والحالة العائلية وحددنا درجة القرابة والحالة الدينية. إيه الفرق بين أهلية الوجوب وأهلية الأداء وربط الأهلية بالسن؟ عوارض الأهلية وموانع الأهلية نعرف الفرق بينهم. إيه هو المقصود بالولاية على المال؟ إيه التعريف بالذمة المالية والتعريف بالشخص الاعتباري؟ التعريف بالشخصية الرقمية وتحديد أشكالها والسمات المميزة ليها. برضه ايه محل الحق، عمل او شيء. الفرق بين العقار والمنقول، والعقار بالتخصيص دي مهمة، والمنقول حسب المآل. تعريف الحق الرقمي وتحديد محل كده. يعتبر الباب الاولاني لحد 234 خلص. نبدأ بقى دي نماذج للأسئلة التدريبية. السؤال الاولاني هيكون وضح مدى صحة او خطأ العبارة التالية مع التعليل. تتكون القاعدة القانونية من عنصرين الفرض والحكم، تقول لي صح أو غلط وليه مع التعليل، تقول لي يأتي الفرض قبل الحكم دائما، تقول لي صح أو غلط وليه مع التعليل، القاعدة القانونية قاعدة عامة ومجردة، تقول لي صح ولا غلط وليه مع التعليل، القاعدة القانونية قاعدة عامة تنطبق لأنها تنطبق على جميع أفراد الدولة، تقول لي صح أو غلط وليه مع التعليل، بتعلل سواء كانت العبارة صح أو غلط، القاعدة القانونية قاعدة سلوكية واجتماعية، تقول لي برضه القانون يحاسب الشخص على نواياه، تقول لي صح ولا غلط والتعليل، القانون يلزم علاقة الشخص بنفسه، تقول لي صح ولا غلط والتعليل، القاعدة القانونية عامة مجردة، نفس الوضع، نفس الوضع، يتفق القانون مع الأخلاق مع الدين، تقول لي ليه صح ولا غلط مع التعليل. كل اللي باقي ده برضو دي نماذج أسئلة، برضو دي نماذج أسئلة برضو. هل يجوز الاتفاق على مخالفة القاعدة الآمرة والمكملة، تقول لي صح ولا غلط، لا جدوى من وجود القواعد المكملة، تقول لي صح ولا غلط وإيه التعليل، يصعب التمييز بين القاعدة الأمير والقاعدة المكملة، تقول لي صح ولا غلط وإيه التعليل. ودي باقي الإيه الأسئلة، دي باقي الإيه الأسئلة، صح ولا غلط وإيه التعليل، وتعلم تعلق لي سواء كان العبارة صح أو العبارة خطأ. دي نماذج أسئلة تدريبية برضو. قانون علم، قانون علم وفن، تقول لي صح ولا غلط مع وإيه التعليل. اعمل لي نفس القصه دي برضو، دي نماذج اسئله، دي نماذج اسئله برضو. نشأة الانترنت نشأة عسكريه، تقول لي ليه وايه التعليل. الانترنت وسيله مخابراتيه، تقول لي صح ولا غلط وايه التعليل. متعهد اللواء يقدم خدمه اللواء، الايواء، تقول لي صح. وايه التعليل برضو، نفس دي أسئلة برضو متكررة تاني. نقول برضو نفس الأسئلة دي، تتسم القاعدة التشريعية بالوضوح، تقول لي صح ولا غلط وإيه التعليل. تاريخ إصدار القوانين، كل دي يصدر الرئيس الجمهورية القوانين، تقول لي صح ولا غلط وإيه التعليل. كل انت بتعلل سواء كان العبارة صح ولا غلط، برضو نفس القصة. من عيوب العرف سرعة تعديله، تقول لي صح ولا غلط وايه التعليل. كل دي اسئلة.
دي كلها أسئلة مهمة، دي نموذج للامتحان بقى، نموذج الامتحان اللي هيجي في نهاية العام بيبقى الأسئلة إما صح أو غلط أو أكمل وعلل، وممكن تبقى جزئية قارن. دي نموذج عليه 10 درجات، دي نموذج عليه 10 درجات. وده نموذج تاني عليه 10 درجات، ده نموذج يبقى الامتحان بقى قسمين، بيبقى كل قسم 10 أسئلة وكل سؤال صح وغلط مع التعليل. لكم جميعا بدوام التوفيق والنجاح. ودي للتواصل، دي حساباتي، الصفحة الرسمية باسم دكتور عزت سلامة، تكتبها بالعربي او الانجليش، وفي حسابات شخصية. تمنياتي لكم جميعا بدوام النجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.